بسم الله تلاميذنا، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. السلام عليكم، مرحبا بكم. راكم تسمعوا فيا يا جماعه؟ الصوت راه يمشي، الصوت راه يمشي يا جماعه. السلام عليكم، الصوت راه يمشي يا جماعه. شكرا شكرا. ايوا مرحبا بكم، استنى وطلعوا معنا. لحظه. ايوا ايوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لينا، ان شاء الله راكي لاباس. لاباس الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله. اولا لينا، مبروك عليك البكالوريا، خاصه بالتفوق بالمعدل اللي حققتيه. هذه بارك فيك. حاجه ان شاء الله فيها فخر كبير ليك والعائله تاعك وكل الناس اللي ساهموا معاك في النجاح تاعك. وثانيا نقول لك مبروك عليك ان شاء الله التخصص اللي طمحتي له وخيرتيه، طبعا راكي ان شاء الله تكوني اديتيه. البكالوريا بطبيعة الحال ما هوش نهاية المسيرة، لكن هو راكم الآن في بداية الطريق. ربي يوفقكم إن شاء الله. تفضلي لينا، أعطينا كلمة للناس اللي راهم يتبعوا فينا في هذا اللايف قبل ما نبدأ. السلام عليكم، من التلميذة حمزة بي مايا. تحصلت على المعدل 19.29 في شعبة الرياضيات بفضل الله. جينا اليوم بنحاول نفيدكم بأكبر كم من النصائح والتجارب يعني شخصية بالنسبة لي، فبإذن الله تستفادوا منها وتحققوا أحسن مني أنا في معدل البكالوريا إن شاء الله. شكرا، الله يحفظك. نذكركم جماعة باللي طالبة حمزاوي لينا راهي متفوقة في البكالوريا، تحصلت على معدل 19.29 هكذا. ما شاء الله، ربي ان شاء الله يحفظك ويزيدك توفيق اكثر فاكثر. وكانت حصلت على المرتبه الثالثه وطنيا في شعبه الرياضيات. ماذا بينا ان شاء الله منكم اللي راهم يتبعوا معنا في اللايف يكونوا ايضا من الاوائل على المستوى الوطني في البكالوريا القادمه ان شاء الله. جماعه باش تكونوا فاهمين مليح اللايف هذا كيفاش راح يمشي ويكون مفيد مليح لكم، الهدف من هذا اللايف هو انه ننقل لكم التجربه تاع الطالبه مايا باش تستفادوا منها. ورقم اثنين، الهدف نتاعنا نجاوبكم على كل الاسئله اللي عندكم. فاحنا دروك ان شاء الله مايا راح تعطينا بصفه عامه كيفاش كانت التجربه تاعها في البكالوريا، وبعد ذلك انا راني سجلت مع مايا ايضا، سجلنا الاسئله اللي راكم حابين تسالوها لها، وان شاء الله ننظموها سؤال بسؤال باش تكون استفادة أكثر. وإذا عندكم أسئلة اتركوهم لنا في اللايف وراح نجاوبوا عليهم إن شاء الله قدر المستطاع. أنا متأكد باللي اللايف هذا راح تكون فيه استفادة كبيرة، إذا حاولوا جماعة تشاركوه وتبعثوه للناس اللي تعرفوه باش تعم الفائدة. تفضلي مايا، أعطينا بصفة عامة كيفاش كانت التجربة تاعك في البكالوريا؟ يعني هو عام البكالوريا يعني هو اجتهاد مش سنة واحدة برك، يعني من سنة أولى ثانوي، وكاين هدف أنه في البكالوريا إن شاء الله يكون اجتهاد ويكون يعني يكون فيه تفوق وامتياز في المعدل. بديت الدراسة في يعني الدراسة الفعلية في شهر سبتمبر، بديت الدورة الأسسية اللوغاريتمية بالنسبة للرياضيات، بديت في الوحدة الأولى يعني فعليا في سبتمبر. ثم كنت نمشي مع الدروس تاع القسم تاعني في مواد الحفظ، كنت ما نخليش درس يتراكم عليا ولا، ومشيت وصلوا اختبارات الثلاثي الاول، قريت لهم حضرت لهم مليح. من بعد كي بدينا ديك العطله شغل استغليتها اني نبدا في دروس جدد، مثلا كيما في الرياضيات حساب تكاملي ونراجع احواج قبليه. كملت كيما هيك حتى وصل البكالوريا ابيض باك بلون. تم فريمون كان يعني اختبار شغل كان بمثابه يعني باك بالنسبه لي انا، حاولت نشوف فيه ترى النقائص تاعي في كل مادة، والحمد لله يعني
تبان لي بلي ما غلطتش بزاف واش درت، يعني كاين اخطاء لكن الحمد لله. الله يعطيك الصحة. نسقسيك مايا سؤالين فقط. نعم. السؤال الأول، يعني أنت في السنة أولى وسنة ثانية يعني كنت من الممتازين، شحال كانت المعدلات نتاعك؟ سنة أولى سنة ثانية كانت بين 19 فاصلة كبيرة و20. ما شاء الله ما شاء الله. حاجة أخرى، كنت تتوقعي يعني في البكالوريا كنت تتوقعي بلي راح يكون عندك معدل فوق 19؟ نعم، يعني وكان توقعي في المجال تاع من 17 ل 19، ما شاء الله لكن يعني هذاك الاعتقاد يعني اللي كان في قلبي انه بإذن الله حنوصل ل 19، يعني الفاصلة اللي ما كانتش متوقعة الأكثر. ما شاء الله، ربي ان شاء الله يبارك فيك، وهذه حاجة تاع فخر ليك والعائلة تاع كامل. روحوا ما يبقى نجاوبوهم على الأسئلة تاعهم. أنا الأسئلة تاعهم حاولت ننظمهم في مجموعات هكذا باش يكونوا منظمين وتكون فايدة كبيرة ليهم. صح، الأسئلة اللي رسلوهم لك أو اللي رسلوهم لي أيضا في الحساب تاعي، أكثر أسئلة كانت حول البداية والانطلاق. رام يقولوا لك وكتاش بديتي، هل بديتي في هذا الوقت، واش تنصحينا في خصوص البداية، متى نبدأ؟ في البداية أنا شوفوا في جويلية وفي أوت بديت يعني المكتسبات القبلية الأساسيات، كما مثلا في الرياضيات بقيت الدوال العددية أو تراجعة الاشتقاق، كيفاه حسبوا النهايات، يعني هادو حوايج أساسية في الدوال عاودت دربت عليها، ونفس الشيء بالنسبة للفيزيك، يعني هادو هما المواد اللي بديتهم في الصيف. وفلسفة تاني اتعودت على منهجيات كتابة مقال وكيفية كتابة مقال، يعني أكثر من المضمون تاع المقال في نفسه. يعطيك الصحة. هاي نعم من بعد في سبتمبر يعني كما قلت كانت هذيك البداية الفعلية. صح، بديت مع القسم، كنت نحضر دايما يعني في جميع الحصص، كنت نحضر اجتماعيات عربية، كنت نتبع معهم الدروس ونقرأ في الدار على حساب القسم. يعطيك الصحة، يعني انت بصفة عامة تقولي لهم انه الانطلاقة الفعلية صح تكون ان شاء الله في سبتمبر، ولكن الان يستغلوا الوقت تاعهم في انهم يراجعوا المكتسبات خاصة في المواد العلمية هكذا مايا. والنقائص اللي عنده نقائص مثلا في اللغات ولا في الرياضيات يقدر يدوك يعاود يشوفها. يعطيك الصحة. نعم، كاين ايضا سؤال جانا بكثرة، قالوا لك بخصوص الوتيرة تاعك، هل يعني انت بديتي بوتيره كبيره يعني قويه ومشيتي بها طول العام، ولا بديتي بوتيره خفيفه ومن بعد طلعتي؟ كيفاش يعني بدي كيفاش كنتي الوتيره تاعك طيله العام؟ هو يعني هو سؤال تاع اذواق كيما نقولوا، قد الوتيره اللي بديت بها قدرت تبان يعني خفيفه للبعض وقدرت تبان يعني شويه صعيبه للبعض. كنت في سبتمبر كنت يعني مثلا نرقد على 12 ونص نخلص قرايتي، الصباح نقرا نروح الليسي، كنت نحاول نقرا النهار كل، يعني هذه فيها طبيعه اني نحاول نستغل اكثر عدد من ساعات النهار في القرايه، يعني افاق اني نكون في الليسي نقرا في الدار هيك. وكملت العام كل هكاك، كنت ندي الراحه كي نخلص الامتحانات الفصليه، كنت ندي راحة تاع يومين ولا ثلاثة. يعطيك الصحة. يعني بصفة عامة جماعة، نذكركم فقط أنه معانا طالبة حمزاوي لينا تحصلت بكالوريا 19 29 ثالثة وطنية شعبة رياضيات. نعم، يعني بصفة عامة لينا هنا راهي تقول لكم على حساب الإنسان، كل إنسان والقدرة تاعو، كل إنسان وكيفاش مول فقرة. ولكن عموما كما لينا قلت لكم، أنا بديت يعني بريتم وحافظت عليه طيلة العام، ولكن كاين مثلا ناس اخرين يبداو بريتم منخفض ومن بعد يبقاو يطلعوا في الريتم حتى يعني يسيروا العام تاعهم كامل. اذا هذا بخصوص البدايه والانطلاقه كيفاش كانت. الان طبيعه الحال عندنا اسئله كثيره بزاف، حاولوا ننظموهم ان شاء الله. روحوا بالنسبه للغات، اولا نسالك سؤال يعني سالوه لي بزاف، يعني في اللغات انت هل كنت ضعيفة من قبل ولا كنت مليحة فيهم يعني؟ يعني الحق يعني بهما نكذبش عليهم، كنت مليحة فيهم الحق، نعم باه ماشي نقول لهم يعني بلي الطريقة اللي اعتمدتها في القراية تاعهم في اسمها هذيك الصحيحة 100% راح تفيد أي تلميذ، قادر نعم فاتني أنا قادر ما تفيدش ألف واحد آخر. يعني نعم يعني كيفاش تنصحيهم، خاصة جوني بزاف أسئلة في اللغات، كيفاش تنصحينا في اللغات نقراوهم، خاصة إذا عندكم يعني مثلا الناس ضعاف في اللغة ما يفهموش بزاف النص، كيفاش يقدروا يقراوها؟ انا يبان لي بلي الوقت هذا كيما اليوم بعد هذا هو الوقت لازم يبدا واحد فيه يحسن اللغه تاعو،
سواء فرنسية ولا إنجليزية، يحاول يحسن الفوكابيولار تاعو في القواعد، في النطق، في القراءة. تم حيحس فرق كبير كي يقرأ نص ويحللو تاع بكالوريا ولا تاع أي موضوع، يقدر يتمكن منه بسرعة. يعطيك الصحة. هو بصفة عامة في اللغات مايا على وش يركزوا؟ يعني وش تنصحيهم يركزوا؟ مثلا يركزوا يقرأوا النصوص ويترجموها، يركزوا مثلا يهزوا الفوكابيلر، يعني يهزوا المصطلحات والمعاني تاعها، ولا يركزوا على مثلا القواعد يعني الجرامر والحوايج هذيك، ولا على وش يركزوا تحديدا؟ انا ننصحهم يقراو الدروس تاع هادو اللغتين اكاديميا كيما يتقراو في القسم. اني لاحظت بلي بزاف اساتذه يقراو مثلا شغل بالطريقه، شغل تاع هز نص كي يدير الترجمه تاعو ويحاول يفهم. انا ننصح انه مثلا يعتمد بزاف على الطريقه مثلا تاع الكتاب المدرسي ولا تاع القسم، لانه من جهه حيتعلم يقرا، يحل النص، يتعلم بزاف كلمات جدد، ويتعلم الاسئله، بس مش كلش في حاجه واحده. يعطيك الصحة. فجمع النصيحة اللي قلتها لكم مايا بخصوص اللغات راهي مهمة جدا، لأنه احنا نشوف بعض التلاميذ مثلا في الأقسام يركزوا على المواد العلمية، يحاولوا يقرأوها خاصة إذا كانوا عندهم أساتذة ملاح أو يحبوا يقرأوا عليهم، لكن يهملوا لغة فرنسية أو لغة إنجليزية، يقول لك ما نقراهاش في القسم. حين جماعة راهي عندكم فرصة كبيرة أنكم تتمكنوا من اللغات في الأقسام، خاصة أنه يعني سواء في اللغة الفرنسية أو في اللغة الإنجليزية في حدود ما أعرف يعني عندكم مجال واحد، مثلا الإيثكس إن بيزنس مثلا تقريبا مصطلحات كامل يعني مشتركة، يعني قليل وين يستعملوا مصطلحات جديدة، أو في الفرنسية أو في غيرها. يعني حاولوا تدوا النصيحة تاع مايا باهتمام، حاولوا تركزوا بزاف على الأقسام. حاجة صح، تانية بالنسبة نعم للغات، إنه نعم يقرأوا جميع الوحدات، ما يسيليكسيونيوش، آه مش مثلا نروح نقرأ أنا تكست ديستواغ وما نقراش تكست أرغومونتاتيف، ونقرأ لابيل وما نقراش تكست ديستواغ، لأنه ساعات في كل عام شغل مثلا شغل يدير لهم فروق صغيرة تخلي إنه طالب مثلا كان قرأ حاجة في الباك يروح يدير حاجة أخرى. بزاف أعطيك يقراو مع ناس عرفتهم، يعني شغل تجارب تاع بزاف ناس قراو كلش. عندكم الوقت قراو كلش، يكفيكم الوقت باش تقراو كلش وتوفيه ويبقى الوقت. فعلا. وكاين أيضا ثاني كاين ناس مثلا يروحوا يقراوا مثلا النص التاريخي برك مثلا ويركزوا عليه، في حين يجي في الباك مثلا يجيب اللي النص اللي داروه مثلا حجاجي ولا لابيل، والله يجي سهل، يعني يحرم روحه من فرصة، من اسمه صحيح. يحرم روحه من فرصة مليحة باش يخدم. نعم، روحوا كاين جماعة راهم بزاف يسألوا على المواد، كيفاش نقراوها، كيفاش نقراو فلسفة، كيفاش نقراو عربية، كيفاش نقراو العلوم، هذيك راهي كامل جاية، راهي كامل جاية. نعم، هنا روحوا بالنسبة لليوتيوب والأونلاين بصفة عامة، عندنا تقدر تقولي زوج أسئلة بالنسبة لليوتيوب. السؤال الأول قالوا لك هل مثلا نقدر نعتمد على اليوتيوب كليا؟ يعني بصفة 100%. أظن هي يوتيوب واجتهاد شخصي يكفي ويوفي، يعني إنه نعم كاين بزاف دروس يعني أنا فهمت وأنا تمكنت منهم، حتى قريتهم وحدي في اليوتيوب وحليت عليهم وحدي بس تمكنت منهم. يعني يعطيك الصحة. نعم، كاين سؤال أيضا جاني بقوة، وأيضا حتى في اللي بعثتيهم لي ثاني سألوك عليه بزاف. جماعة اللي راهم يسألوا على مواد فلسفة وعربية وكذا راه كامل جاية، كامل جاية. نعم، كاين قال لك أعطينا يعني أهم الأساتذة، احنا نعرفوا بلي الأساتذة في اليوتيوب الملاح راهم يعني بالعشرات في كل مادة، لكن قال لك انصحينا بالأساتذة اللي تبعتيهم انتي أو اللي تعرفيهم في المواد المختلفة. في كل مادة، يعني في كل مادة. نعم مثلا بدأوا بالعربية الأستاذ هذاك، الأستاذ كيف اسمه، بو بكر الصديقي أظن اسمه هيك، نعم هذاك أستاذ في القمة رائع، يعني اعتمدت عليه يعني سنة أولى ثانية وثالثة، يعني نعم ننصح به 100%. وكانت قناة الأستاذة لغتي العربية ديزاد اسمها هيك، نعم تحل مواضيع اسمها شغل تعاونك أنك تحل موضوع واحد تكون بعد تشوف الحل، تعاونك بزاف. أعطيك الصحة. نعم وبالنسبة للفلسفة أستاذ عادل مقرود، نشفى في ليلة البكالوريا قريت عليه المنهجية تاع تحليل النص ورحت بها وفهمتها، يعني قريتها في فيديو تاع 10 دقائق من بعد فهمتها، نعم هو ننصح به. فرنسية إنجليزية الحق ما اعتمدتش بزاف على اليوتيوب، فرنسية اعتمدت على الأستاذ تاع منصة دروس كوم، الأستاذ حاجي سفيان،
لانه هو كما قلت يقري الدروس بالطريقه الاكاديميه ماشي بالطريقه كما دوك يقريوها. نعم. ثاني اجتماعيه ثاني الاستاذ برنان، كنت كي درس ما نفهموش ولا ننساه نروح نراجع معاه في اليوتيوب يفيدني بزاف، وهذاك الدرس ما نزيدش ننساه الحقيقه يعني. نعم. بقية المواد خاصة المواد الأساسية. نعم، بالنسبة للرياضيات اعتمد على الأستاذ يعني عبد الباسط، قريت عنده وحدة الأعداد والحساب، الأعداد المركبة ثاني قريتها كليا مش فاني في رمضان، قريتها بالسلاسل بحل البكالوريات، يعني هذيك التريست كل ما خلصتها شاء الله، هذا فادتني شرف بزاف. كبير، هذا نعم، شرف كبير إن درت شاء الله. حتى بعد كم ملخص يعني بهذوك باش كتبناه في اليوتيوب، شكون كان لقاها نحطه ملخص باش كان يكتب الأستاذ في السبورة، كنت هذا نعتمد عليه كي نراجع. وكان تاني الأستاذ نور الدين، أستاذ القادير تاني هايل بزاف، أستاذ كساسي، أستاذ أمير الرياضيات أظن اسمه هكايا، نعم ما هذا شاء الله. كان يعتمد عليهم كنقولو في السنوات يعني ثلاثة كامل، مش يعني غير سنة تاع الثالثة في الباك، من الأولى حتى الثالثة يعني هكايا. عموما انت مايا في ما تنصحي، يعني بصفة عامة يقدروا في المادة الواحدة يعتمدوا على أكثر من قناة هكذا. نعم، حسب نعم الدروس يعني انا جرب نعم بزاف اسئله في كل درس، حتى الاستاذ تاع الفيزياء استاذ ترير فادني بزاف الاعداد والحساب هو ثاني. ما شاء الله. نعم، وفي العلوم واش تبعتي أساتذة؟ الحقيقه ما تبعتش خلاص في اليوتيوب في العلوم، قريت غير دروس خصوصيه ما شاء يعني الله. الحقيقه. نعم، أنا نزيد إن شاء الله كي نرجعوا بعد نحكيو عن العلوم، راح تزيد يعني تشرحي لهم أكثر كيفاش كنتي تقراي العلوم. نعم، صح. روحوا بالنسبة للدعم، الدعم والحضور، يعني كما نقولوا حنا ليكور، وش هو يعني المواد اللي كنت ديري فيهم ليكور، وش هما المواد اللي كنت ما ديريش فيهم ليكور؟ درت مات وفيزيك درت كور واحد كور واحد، ما نعم قريتش زوج كيما كانوا يقراو. فلسفة قريت تاني كور واحد، عربية كنت نقرا كور واحد، مي سمعت كنا نقراو ساعة في السمانة، اسمها ما يديليش خلاص من وقتي، ساعة في السمانة كانت تكفي وتوفي عند أستاذة. مليح. هي درتي في المواد العلمية، لحظة باش نفهم، درتي في المواد العلمية ودرتي في العربية هكذا. وفي الفلسفة، الفلسفة كنت نقرأها كمواد الأساسية. نعم، يعني العربية والفلسفة ديجا كاين اللي سألونا عليها، يعني درتي فيهم ليكور من بداية العام ولا من نص العام ولا نهاية العام؟ فلسفة بديتها يعني من أوت، نعم بديتها في 25 جويلية هكاك بديتها، نعم تعلمت المنهجيات وتعلمت كيف نكتب مقال، يعني أنا بعيدة عن موضوع المقال بعد في روحه، تعلمت كيف نكتب مقال. أي وعربية دخلت عند الأستاذة كي بدينا عندها في أوت تاني، دتنا بلادك المكتسبات القبلية تاع الإعراب تاع المحسنات البديعية، دتنا بهم. بعد كملت ناس مع دروس هيك مفاجئة يعني في مقسمة، وفي كي بقاو سمانتين البكالوريا دخلت عند الأستاذة تاعي تاع القسم، بعد درتنا مجموعة تاع مواضيع كملت عندها مليح، مواضيع ثلاث. هي حاجة مليحة بزاف لو كان الأساتذة تاع المواد الأدبية هذه تاع أنهم أول مرة نسمع بها، بصح حاجة مليحة بزاف أنهم يديروا ليكور ولكن ما يكثروش بزاف في الوقت، هاي يعني يديروا ساعة، لأنه عربية نظن تقراها عام كامل ساعة، يعني ما يجي ديك الحاجة يعني المقربة وش واسعة كيما الرياضيات ولا العلوم ولا الفيزياء، ما فيش بزاف تفاصيل وكذا، فهكذا التلميذ يقرأ آلاز في نفس الوقت ما يضيعلوش وقت بزاف خاصة في بداية العام. كاين أيضا عندنا سؤال بالنسبة لليكور، قالوا لك صفة عامة كيفاش كنتي يعني توفقي ما بين عندك 3 مصادر، عندك القسم أولا وعندك ليكور ثانيا وعندك اليوتيوب والأونلاين، كيفاش كنتي توفقي بيناتهم؟ يعني هو دايما الأساتذة تاع ليكور شوي فايتين تاع القسم، ساعات العكس يعني دايما نهز هذيك لا بروميير كوش نهزها من واحد فيهم، نبدا نحل التمارين بعد دوزيام كوش عندها زعما استاذ واحد اخر، تسمى شغل نكتشف في الدرس شغل بوجهة اخرى، شغل تساعدني نشوف الدرس من طريقة اخرى جديدة خلاص. وكيف كيف ثاني كي نحب نشوف في اليوتيوب ثاني شغل تساعدني كي ما نفهمش في القسم وفي الكور في زوج، نروح اليوتيوب نلقى فيه كي مثلا الاعداد والحساب من الوحدات اللي عانيت معاها بزاف الحقيقة، يعني عاودت نعم بكالوريات مرتين عاودت حليتهم. ما شاء الله. ايه اسمها كي عاودت قريتها في اليوتيوب عند الاستاذ عبد الباسط وعند الاستاذ الترير تم بها فريمون تمكنت منها حق ما حق. شاء الله.
على كل حال اعداد الحساب لانه معنا بزاف طلبه تاع تقني ورياضي، راح نرجعوا لهم ان شاء الله ونحكيوا عليهم وحدهم. مايا اللايف يعني يخلص على 11 هكذاك. ايه ما عنديش مشكل. مليح، الله يرحمك. نعم صح، قبل قليل كي حكينا ورا منبهوني بعض التلاميذ في التعليقات، كي حكينا على المواد ما حكيناش على الفيزياء. قناة اليوتيوب. ايه نعم كان الاستاذ عبد اللطيف مليح ما شاء بزاف، الله بقيت عنده سنة أولى سنة ثانية حتى سنة ثالثة كنت نقرأ عنده، ما شاء أستاذ الله. سرير. وبالنسبة للكتب الخارجية كنت نخدم ساعات في الكتاب تاع تأشيرة النجاح تاع الأستاذ شنايد، كنت نحل منه بعض التمارين، نعم مش كل إنها بزاف، من نخير منها نحاول وصح. نعم يعطيك الصحة. الآن نروحوا لأهم حاجة اللي هي كيفاش نقراو مادة بمادة. نبداو أولا، أنت كنتي شعبة رياضيات، معناتها العلوم يعني ماهيش كانت مادة أساسية كبيرة. نحكيو أولا الرياضيات والفيزياء، نظن هما يعني تقريبا هما مادة واحدة، نظن يعني طريقة الدراسة تاعهم ما تختلفش بزاف. تفضل. يعني ما كانش كاين يعني هذاك النظام الكبير تاع مثلا اليوم نقرا فيزياء غدوه نحتم رياضيات واللي وراه نحتم فيزياء، كان على يعني حسب الحاجه تاعي انا في هذاك الدرس ولا في هذيك الوحده. نعم مثلا جيت راح مثلا على سبيل المثال الوحده تاع الميكانيك مثلا في السوق تشاقولي جيت راح نقصها فيها، نقدر نخصص مثلا 5 ايام عادي وانا نقرا فيها عادي. والرياضيات مثلا بما انه راني ماشيه فيها نقدر نخليها مثلا نهايه الاسبوع باه نقراها، والعكس ساعات العكس. يعطيك الصحة. اسمح هنا نستنتجو واحد الحاجة، راكي رحتي لنا لسؤال واحد آخر طرحوه بقوة، يعني هو كيفاش الإنسان ينظم وقته. هما بصفة عامة كما تعرفي مايا كاين طريقتين لتنظيم الوقت، والله لتحقيق الأهداف بصفة عامة. كاين طريقة البرنامج، يعني أنك تقول يوم السبت من الساعة كذا لكذا نقرأ المادة الفلانية، وكاينة طريقة المهام تو دو ليست هذيك. يعني انا عندي مهمه هي مثلا انه نقرا سقوط، قلتها شتي مثلا سقوط الحر مثلا. انت وين هل كنت تتبعيها؟ هل كنت تتبعي البرنامج هكذا صارم، ولا كنت تتبعي طريقه المهام؟ انا كنت يعني هذيك الطريقه تاع التنظيم الصارم تاع الوقت كانت هي شغل اللي فيها نفشل الاكثر، لانه اسمها باه تنظم وقتك بالدقيقه وبالنصف ساعه وبربع ساعه صعيبه. ساعات مثلا تطيح في تمارين تاع فيزياء ولا تاع رياضيات شويه يدير لك الوقت، ولا شغل تحسب في الوقت او قريب يخلص الوقت تاع الرياضيات باه تبدا حاجه اخرى، حاجه يعني ما ننصحش بها خلاص. نعم انا كنت ندير قائمه تاع مهام مش مبا تاع يوم، يعني كنت ساعات ندير تاع شهر تاع اسبوع. يعطيك الصحة. عندي مثلا اهداف تاع مثلا شهر مارس، عندي هدف لازم ندير في الشهر هذا باش نكون بعد انا علاز في القرايه. كل خطره في الاسبوع نشوف تراه واش درت واش ما درتش، كاش ما حاجه نزيدها كاش ما حاجه ننقصها، بس مش كل حاجه اسمها مش ثابته متغيره نسبيه كيما نقول. نعم لهكذا جماعة نكونوا جاوبناكم على بزاف أسئلة راكم تطرحوا فيها، سواء في التعليقات أو في الأسئلة. رامي يقولوا لك تنظيم الوقت. إذا مايا قلت لكم بلي أنا كنت ننظم وقتي باستعمال يعني باستعمال التخطيط عن طريق المهام. راكم يعني فاهمين جماعة واش نقصدوا الفرق بين التخطيط بالبرنامج والتخطيط بالمهام، ولا لا؟ كاين فرق بيناتهم، راكم فاهمينه؟ نعم صح. هذه بالنسبة للرياضيات. زيدي فصلي لهم أكثر في الرياضيات كيفاش كنتي تقرايها. رياضيات كان دايما يعني نهز الدرس النظري لازم نفهمه مليح بالتفاصيل المملة، ما نخليش مثلا خاصية مثلا ما نفهمهاش، ولا يعني أي تفصيل في الدرس مثلا لازم نحطه ونفهمه. بعد نبدأ في التمارين يعني بالتدريج، نبدأ بالسهل ونروح للصعب هيك بها، مش في الأول بعد كاش كنت شوكة في التمارين الصعيب ونقول هذا الدرس مانيش فهمته نعاود، شكون نعاود نضيع الوقت نعاود نقرا النظري وأنا متمكنة منه. لازم التدريج في حال التمارين هذا واش ننصح به. يعطيك الصحة. يعني أنت تركزي لهم على أنهم لازم يكونوا فاهمين الدرس مليح، وثانيا التمارين يكونوا متدرجين. على فكرة هنايا هذه الحاجة نراعيها، ممكن اللي يقراو عندي أنا ممكن ما يركي لاحظتيها، أنه دائما أنا في القناة نتاعي ندير التدريج،
وداير الاسلوب هذاك تاع النجوم. ايه صح. نعم، احنا تشوفوا التطبيقات مثلا يبداو نجمه نجمتين، بعد حتى كنروحوا للتمارين نمشيو بالنجوم. هذه حاجه مليحه بزاف انه يكونوا مدرجين. وقلت لك نعم، كاين بزاف سؤال راه يتكرر هنايا بالنسبه يعني التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش كنتي تحكمي فيهم كذا، نحيتيهم استعملتي؟ حق انه سما هو هذاك تاني بالضمير اللي جيني كي نستعملهم هو أسوأ من انه فعلا نستعملهم في روحهم بعد. فعلا سما يعني في بداية السنة كنت عادي، كان عندي كلش بالتقريب. كي كقرب ديسمبر جانفي انستغرام نحيته خلاص، كنت ندخله غير من الكروم. سما شو ما يديليش وقت، لانه هو بس مش صعيب باه ندخله من الكروم، سما يصعب لي انا باه نطول فيه نعم وصعب لي باه ندخل فيه. نعم وكنت ندخل فيه مش على بالي شي مخي واش حندير، مثلا حنهضر مع الاستاذه تاعي يصحح لي، حنسقسي على درس اذا داروه، سما نعم حاجه باينه حنديرها. حتى مثلا كي نجي نضيع فيه الوقت تقول جيني صعيبه، لانه في كروم مش كيما ابليكاسيون جيك اصعب. يعطيك الصحة. أنا تسمى في الأول كنت تستعملي عادي تليفون، ولكن من بعد كشغل بديتي تعقديها على روحك شوية، يعني أنه ما تخليش الدخول تاعك للمواقع التواصل يكون سهل، يعني بدل أن، وهذه عفسة مليحة بزاف مش غير في الباك، أنه كي تحس روحك حاب تضبط مواقع التواصل الاجتماعي تقدر تصعب الوصول تاعك ليهم، تخليهمش متاحين ليك وسهلين. مثلا بدل انك تدخل فيسبوك تدخل له من التطبيق، تولي تدخل له من الكروم، يجيك شويه ثقيل وشويه صعيب، تولي انت ما تلقاش راحتك اصلا هكذا. نعم نعم الوقت تاع تعقبوا في الشاشة بعد عسوه. انا كنت نعسو، مثلا كي نلقى مثلا فات ساعة في جميع التطبيقات نقول هذه حاجة مش مليحة، اليوم درت حاجة مش مليحة. اسمع هذاك نعم تأنيب الضمير يخليني انه غدوة شوين حاضر، قادر نقص مثلا بيه 10 دقائق، بس حس مثلا كل يوم نقص ب10 دقائق تحسن ديجا، حتى نعم وصلت نستعمل 5 دقائق يعني في اليوم. مليح. وكاينه ثاني هنا ذكرتيني على فكره، كاينه عفسه مليحه بزاف في تنظيم الوقت في مواقع التواصل الاجتماعي، هي انه كاين بعض التطبيقات ولا حتى بعض الهواتف فيهم العفسه هذه، انك تقدر كل تطبيق تحدي له الوقت تاعه، يعني قلت تطبيق الانستغرام نعطي له مثلا 45 دقيقه في النهار مثال، تطبيق الفيسبوك نعطي له مثلا 30 دقيقه في النهار، وكي تخلص هذيك 30 دقيقه يقول لي التطبيق وحده يتبلوكا لك حتى تفوت 24 ساعه باش يعاود يعطي لك الاذن. هذه عفسه مليحه بزاف. نعم، اذا هذه الرياضيات بصفه عامه. الرياضيات قلت لكم ركزت على الدروس هكذا، و نعم كي نقول احنا تقريبا ديما الرياضيات والفيزياء يعني كاين تشابه كبير، ركزت على الدروس ومن بعد التمرين ركز على التدريج. صح، بعد حكينا على الرياضيات وحكينا على الفيزياء، بالنسبة دروكا للفلسفة، الفلسفة هما بزاف راهم يخافوا من الفلسفة لأنهم جامي سمعوها. أولا أعطيهم نظرة بصفة عامة على وش هي الفلسفة، وثانيا كيفاش كنت تقرايها بصفة عامة؟ انا نقول لهم بك بلي ما تخموش بلي ماده الفلسفه هي ماده حتكون ممله ولا كسمش كيما نقولوا حنا بالعاميه تاعنا في الزهر. لا لا نعم خطي خلاص، لانه نعم اسمها حتعلمكم اسلوب تاع النظر جديد، اسلوب تفكير جديد، كل شيء يعني حيتبدل في النظره تاعكم لاي حاجه. حتعلموا كيف سمش تواجهوا التناقض في بزاف حوايج، تعلموا كيف تشوفوا الحوايج بعده وجهات نظر. يعني هذه حاجة منيحة فيها بزاف وفي جميع نواحي الحياة، يعني مش غير في الباك في 19 ولا 20 فيها. نعم يعطيك الصحة. كيفاش كنتي تقرايها بصفة عامة الفلسفة؟ كنت في الدروس الخصوصية ساعة بدينا درنا منهجية تاع المقارنة، نعم درنا المقالة الأولى اللي هي مقارنة بين علم وفلسفة كامل يعرفوها. نعم شغل كتبناها، تم من جربت الطريقة تاعي اني اسمها مقالة كتبتها في شكل نقاط مش لخصتها، لانه اسم الحجم جاني قد المقاله بعد في 4 صفحات قد المقاله مش تلخيص، اعاده هيكله بك المقاله في شكل نقاط. نعم واسم الاقوال كمثلا راح نكتبهم بلون مختلف، مثلا وكل حجه مثلا عندي لها عنوان باه نشفى عليها. يعطيك مثلا كي نحفظ هذه الحجه هيك ومن بعد نقدر نفصل وحدي، اسم جي اسهل بعد. يعطيك الصحة. كي نخلص من هذه الخطوه نروح نحاول نعم نحفظ هذاك
مش ملخص يعني، هذاك المخطط نحاول نحفظه يعني، نحفظه فيه قد ما نقدر، من بعد نروح نعم نكتب فيه مع بعض يعطيك الصحة. وحده. نعم هذه على فكرة هي نفس الطريقة اللي كنت استعملها أنا أيضا في البكالوريا تاعي، يعني في دراسة الفلسفة، وهي أفضل طريقة. نعاود برك جماعة ننظم لكم وجدت لكم مايا. أولا لازم تعرفوا المنهجيات، تعرف المنهجية تاع المقالة كيفاش لازم تكتب هكذا مايا. نعم ثانيا المقالة لازم تكتبها على شكل رؤوس أقلام كما يقولوا، يعني الحجة هذيك ما تحفظهاش أنت بالتفصيل، والله الفكرة هذيك ما تحفظهاش بالتفصيل، لا تختصرها في كلمة كلمتين ثلاثة، ومن بعد تعبر عليها بأسلوبك الخاص وفق المنهجية تاع الفلسفة هكذا مايا. نعم كاين إذا عندك إضافة مليح، إضافة أخرى على مادة الفلسفة. الفلسفة جامعي ما تقولوا بزاف حجج بزاف أقوال، أحفظوا قد نعم ما تقدروا، لأنه الأقوال دوك الحجج بزاف هي اللي حتمد لك العلامة الممتازة في يعني مستحيل مثلا واحد حفظ مثلا 4 حجج حيدي كيما تحفظ مثلا 6 حجج ولا 8 ولا، وبالأقوال تاعها وبالتفصيل وبالأمثلة الواقعية فصلوا فيها نعم المادة ما تقعهاش من فوق لفوق. يعطيك الصحة جماعة. برك اللي راهم يسألوا على دراسة اللغات، كاين بزاف أسئلة راكم تسألوا عليهم، احنا أصلا رانا تطرقنا لهم، واللايف هذا إن شاء الله راح يبقى مسجل وتقدروا ترجعوا له. قبل ما نكملوا بقية المواد اللي بقات لنا، كاين بزاف أسئلة راهم يسألوك على المراجع، على الكتب الخارجية. بدل لو كانت تعطينا هكذا مادة بمادة، وش هي الكتب اللي اعتمدتي عليها والمراجع اللي اعتمدتي عليها؟ الحق يعني انا يعني دوك كي نشوف اعتمدت على الكتب قليلة خلاص، نعم فيزياء اعتمدت على الكتاب على الجزء الاول والثاني تاع تأشيرة النجاح، نعم الرياضيات كنت شريت مطبوعات تاع الاستاذ كيف اسمه استاذ بخرشة، هاي نعم استاذ خالد بخرشة بخاشة. نعم خالد بخرشة نعم استاذ يعني هو ثاني رايح بزاف التمارين تاعو في القمة، شريتها هي الدوال العددية والبكالوريا التجريبية تاعو خدمتها، والمتتاليات والاحتمالات خدمتهم تمارين كملت بهم في الآخر، هادو اسمها شغل يعطيك يعني الصحة. امبريميتهم وخدمت بهم كيما نقولو اسمها شغل كتاب. نعم علوم ما خدمت حتى كتاب يعني غير الكتاب المدرسي، فلسفة كيف كيف، إسلامية تاني ما استعملتش، اجتماعيات كنت ساعات نهزم الأستاذ من الكراسة أو أستاذ برنا كي ما تفرش في اليوتيوب نزل من الكتاب تاعو. نعم لأنه هذا أصلا سؤال بزاف سألوك عليه، الاجتماعيات هل كنت تحفظي من الكراسة تاع القسم ولا كنت تحفظي من الكتاب الخارجي؟ الكراسة تاع القسم اني كنت نحضر في القسم، ثم بالنسبة ليا هذاك الدرس هذاك المحتوى نفسه كي نسمعه في القسم ونروح ونكتبه ونحفظه اسمه شغل حاجة 1000 مرة اسهل من اني نشوف درس جديد. نعم يعطيك الصحة. زيدوا نشوفوا الأسئلة تاعهم، عندك أحيانا يطرحوا أسئلة ما كانتش عندهم قبل. أغلب الأسئلة ربما اللي راهي مطروحة جاوبنا عليها في بداية اللايف. ونعم صح. بالنسبة لمواد الحفظ، كيفاش كنت يعني طبيعة الحال الحفظ نظن تاع كل إنسان وطريقته الخاصة في الحفظ، ولكن نظن مثلا إذا تقدر تحكي لهم على طريقتك في الحفظ، وتحكي لهم على كيفاش تعاملتي أصلا مع مواد الحفظ، يعني قريتيهم في بداية العام، قريتيهم كيفاش درتي؟ انا من الناس اللي بداو الحفاظه في سبتمبر ولا اكتوبر حاجه كيما هكا يعني، نعم بداو في جانفي وساعدتهم، بصح انا من النوع شغل اللي يحفظ يسحق بلوزيغ كوش، لازم الاولى والثانيه والثالثه بعد نحفظ مليح ما نزيدش ننسى. كنت كي مثلا كيما اجتماعات في الدروس حشو طوال، مثلا كي نخلصوا الدرس ولا مثلا نص ساعه نحفظوا في الدار، مش مثلا نكتبوا طرف صغير نحفظ ونضيع معاه الوقت، تخليهم ساعه شويه يتلموا هيك اسمه شغل من نفس الدرس مش درس اخر ولا يعني عناصر من نفس كيتلم مختلفة. هاي كيتلم شوي نحفظه، بصح ما نخليش مثلا درس تاع الثلاثي الاول نحفظه الثاني وتاع الثاني نحفظه الثالث وساعات يبقى لي في الاول باش نخليه للثالث، شغل كلش في وقت ونحاول فيه ما يبقاش دوك التراكمات في الاخر نحصل معاهم. بصح ما دام يعني تحفظيهم من بداية العام ولا كي تقراوهم، معناتها راح تبقاي تراجعي فيهم دائما، يعني هاي تبقاي هنا اللي تراجعي. دام
هنا لي بان كثر الدور تاع الاختبارات الفصليه، نعم تسمى كانت فرصه ليا باه نعاود نراجع المواد الثانويه هذه، يعني مثلا كانت قبل هذيك الامتحانات سمانه نديرها بلوكي غير المواد الثانويه، نعاود حفظ اسلاميه اجتماعيات نعم فلسفه نقرا اللغات العربيه هذو كل نقراهم في هذيك السمانه نشغل نثبتهم مليح. نعم يعطيك الصحة. روح لسؤال آخر مايا. بالنسبة للمواد الأدبية والوقت المخصص لها، يعني كنت تخصصي لهم ساعة في النهار، كيفاش كنت تتعاملي معها؟ مثلا اللغة العربية كنموذج مثلا. ما كنتش شغل نخدم هذاك النظام نعم مثلا تاع ساعة في النهار فرنسية نعم وساعة، ما كانش يعني هذاك نعم العمل منظم 100%. نعم كي نلقى مثلا وقت واني مخلصة المواد الأساسية نلقى وقت عندي نقول خلي نروح نشوف ترى هذيك المادة كش ما عندي فيها نقص نروح نشوف، كخطأ مثلا كي بقى لي ذاك الوقت نشوف فيه مادة ثانوية كش ما حاجة مثلا في الموضوع هز مثلا درس ما فهمتوش نعاود نشوفه في اليوتيوب ولا نعاود نقراه وحدي، هذا يعني ما كنتش نلحق شو نخصص هذاك الوقت الكبير تاع مثلا لازم كل يوم ساعة حتى ما كان ما نديرهاش ثم صعيب. لا أعطيك الصحة. نعم، أنا صراحة أنا على كل حال، أنا النمط نتاعي يعني كشخص مانيش من جماعة اللي يخطوا بالمهام، يعني أنا عموما التخطيط تاعي تقليدي يعني بالساعات، لكن حاجة مليحة بزاف أنه يكون في الجيل هذا كاين ناس واعيين باللي تقدر تخطط بالمهام، يعني تخطط أنك تحدد مهام اللي لازم تحققها بغض النظر على هذاك البرنامج الصارم. يعني نعم، نحكي مايا في الجانب ايضا كاين سؤال مليح جاني، هو سؤال الجانب النفسي، يعني كيما على بالك خاصه كي يزيد يقترب البكالوريا، هذه حاجه طبيعيه انه يولي كاين هكذا ستريس تخوف، هذه حاجه طبيعيه. أي كيفاش كنتي صح، تتعاملي مع الستريس بصفه عامه؟ يعني أنا يعني في تجربة شخصية تاعي مثلا نقول لكم الشهر تاع جانفي كنت قلت صاي العام الجاي نعاود، يعني بالدرجة هذه نعم ويني في يعني بداية سنة مش مام يعني ماي ولا في جانفي قلت ما صاي العام الجاي إن شاء الله خير عندي الوقت نكون سجيت خير، بس نعم كي دخل الشهر تاع فيفريي قلت ها بداية جديدة حط أهداف جدد لازم نكمل، وستريس الحق اني ما كنتش انا النوع اللي ستريس بزاف، يعني نعم هو اكثر كيسيون تاع ايمان واعتقاد اكثر، أعطيك يعني واش الصحة. كتب لك ربي يعني هذاك هو دائما يحط في مخه بلي واش كتب له ربي هذاك هو المخير، كنت حاطه في مخي اذا ما جبتش الباك بعد ثم كان راح يكمل اني ما جبتوش. فعلا يعطيك الصحة، بارك الله فيك. زيدي مايا، إذا عندك أسئلة وجهوها لك يعني على الخاص ولا كذا وتشوفيها مهمة وإحنا متطرقنا لهاش. خلاص نعم أظن يعني هذا هو كل شيء. هي سقساني تاني على كيف كنت نوفق بين المحتوى تاع الفصل الأول ومحتوى تاع الفصل الثاني، نعم كيف نراجع ثم المحتوى تاع هو سمعني ما كانش هذاك النظام المحدد مثلا تاع اليوم نقرا درس تاع الفصل الأول ودرسين تاع الفصل الثاني، لا لا كنت ثم لازم نتمكن الساعة من الفصل الأول نروح نعقب فيه الاختبارات الفصلية، كي نلقى خدمت مليح سما صاي الحمد لله نفوت حاجة جديدة هي تاني تمكن فيها، مي ساعة على ساعة نروح نضرب طلع على هذيك القديمة مثلا فيزيك مثلا أنا قريت الميكانيك نروح نحل تمارين على الكيمياء نشوف ترى شوف ترى روحي داني مشافية ولا ها. مثلا تاني الرياضية تروح نحل دالة نشوف ترى روحي نحل متتالية، أعطيك سما ساعة الصحة. على ساعة تروح دير الاختبار نفسه برك بصح بلا ما تدي له وقت بزاف تاع يدير أسبوع كامل ويراجع ولا حاجة، لا يعطيك الصحة، اسمع هذه إجابة مليحة جدا، يعطيك الصحة، أنه كي تكون في الفصل الثاني والفصل الأول كيفاش تتعامل معه. ما قلت لكم ما تهملوش كلية، يعني تنساه 100%، لأنك من بعد راح تبذل مجهود كبير باش تعاود ترجعه، ولكن في نفس الوقت ما تنساش الفصل الثاني وترجع الفصل الأول، فتكون ذكي. مثلا انت راك تقرا كيما نقولوا احنا في الرياضيات، راك تقرا في الاحتمالات، وانت في الفصل الاول راك قريت الدوال، كيفاش تولي دير؟ ما قلت لكم مثلا من ذاك ساعه على ساعه تحلوا تمرين في الدوال الاسيه وتشوفوا رواحكم هل راحت لكم ما راحت لكم، شو هي النقائص تاعكم. نعم، كاين سؤال ايضا تطرحه هو مهم جدا. تعرفي ظاهره مايا تاع انه في خاصه الفصل الثالث يوليو الطلبة ما يروحوش للثانويات، انت كيفاش كنتي يعني كنتي تروحي للثانوية ولا تروحي في مواد ما تروحيش في مواد؟ انا يعني كما
الثلاثي الأول كنت حضرت فيه 100%، نعم الثلاثي الثاني كنت مادة الفرنسية ما نروحش، ما كنتش نحضر خلاص، هي المادة الوحيدة. فلسفة كنت مدايرة مرة برك في السمانة، هو اسمه شهر الاثنين، هذا كان جاي فيه ساعتين فرنسية وساعة فلسفة العشية، ما نروحش فيها حق. الباقي كنت نحضر، مام رياضيات نشفى الحصة اللي قبل البكالوريا بلون ونحضرت فيها، فيزيك كيف كيف، اجتماعية تانية عربية، الأسئلة تاع المادة داروا لنا مراجعات نهائية في الآخر، فاتنا بزاف. تسمى باش ننصحهم تبعوا مع الأسئلة تاعكم تاع القسم، خاصة إن إذا كانوا واعيين بالمسؤولية اللي عندهم تاع قسم نهائي، تبعوا معاهم حتى للآخر، ما تقولوش أها نروح ندير دورة من هي، ونروح تبعوا معاهم، وهذوك روحوا كملوا بيهم، روحوا عاونوا روحكم بيهم، بس ما يديلكمش وقتكم 100%. يعطيك الصحة. وهذا خطأ كبير يقع فيه التلاميذ بصفة عامة، وأصبحت ظاهرة أنه يعني جماعة تخمم فيها بالمنطق. القسم يعني هو أستاذ اللي قرأك في القسم واللي قرأك في ليكو، يعني أنت تخلي القسم وفي ظروفك ذا مريحة وكذا وتروح تتبع حاجة أخرى. لا، القسم ما ضيعش فيه، ومن بعد ليكو عاون روحه كبير. نعم. كاين بزاف أسئلة بالنسبة للبداية. البداية يعني راه جاوبتكم معايا في بداية اللايف، قلت لكم أنايا في أو تقريبا، يعني في الوقت اللي رانا فيه حاليا، هي رجعت المكتسبات خاصة في المواد العلمية. قلت لكم صح، الانطلاقة الحقيقية كانت في سبتمبر هكذا مايا. نعم. كاين تاني آه زيدي إذا سؤال، نعم سؤال قالوا لي مثلا كي تحلي تمرين وما تعرفيش تحليه وما عندكش إعانة، آه. هذا الإجابة ليا روح أستاذ القسم ولا أستاذ دروس خصوصية، لأن دواني الدور تاعهم ما راهمش هنا الحاجة أخرى غير أنهم يعاونوك في الحوايج اللي ماكش فاهمها. فعلا ما فعلا الدورات كاين هنا سؤال سألته آية، قالت لك الدورات هذوك الكبار، يعني الدورات الجماهيرية هذوك، حضرتيهم ولا ما حضرتيهمش؟ لا لا نعم حقيقة، يعني فكرة يعني تاع هي أكثر من دراسة، إنها مبادئ، مش ما مانيش من نوع نقرا في دروس خصوصية تاع الغاشي كيما نقولوا، تشوفها بلي ما تفيدش يعني، وعند تجربة شخصية شفت عباد قراوها عام كله وما جابوش الباك يعني. نعم. زيد إذا عندك أسئلة سأطرحهم لك. سقساني على كي يكون أستاذ في القسم ما يحبش يقري، قالوا نعم لك على أستاذ في القسم كي يكون يتهرب بسيف من هذا كيما النوع هذا أستاذ ما تحضروش عنده، ما تروحوش، ما يعني بدون تأنيب ضمير، كي يكون أستاذ باين فيه بلي ما عندوش نية أنه يجي يقريكم، ما مكان له، ما حق فعلا فعلا يعني. نعم يعطيك الصحة. ما عندكش وقت بها تضيعه بها تروح تناقش معاه أستاذ قريني وما يحبش، قراهم خير في الدار يوتيوب يفيدوك خير. فعلا نعم. نظن هذه هي يعني الأسئلة اللي وصلت لي أنا. يا ثاني على ساعات الدراسة في اليوم نعم سقساني بزاف عليها، آه نعم هاي ما كنتش نحسب، وكنت كي نحسب اللي ما نخدمش مليح، يعني اللي نهار هذاك ما نكونش في إنتاجية مليحة، فعلا ما تحسبوش، قراو بالنية برك، قراو فعلا مثلا اليوم حنحل مثلا باك 2022 الموضوع الأول رياضيات نحلو بلا ما نبقى نحسب في الوقت، صح مش نشوف الوقت يكفيني الوقت في البكالوريا، بس مش مثلا نقول اها لازم هيك بدون حدود يعني. فعلا نعم. إذا نظن هذه هي أهم الأسئلة تاعكم. اللايف هذا كان بزاف مفيد، الإجابات تاعك مايا يعني بصدق بدون مجاملة كانت فيها بزاف يعني توفيق، كانت مفيدة لهم، نظن يعني كانت مفيدة لهم بزاف. وش تقدمي لهم يعني بصفة عامة ككلمة هكذا ختامية، وش تقولي لهم على بصفة عامة؟ نعم يعني في العام تاع البكالوريا بعد نعم اختاروا العباد اللي يدوروا بيهم، يعني المحيط، المحيط تاعكم. الأساتذة، نعم الأساتذة اللي تقراو عندهم، المصادر تاعكم، وما تبدلوش مصادر في نص العام، مش يعني تبداو تجربوا في ليكو جدد وتسمعوا بدورة تحضروا ليها ولا لا، بقاو نفس الطريقة، ما ديروش التجارب هذوك الانتحارية في العام تاع الباك، عام تاع تثبت وتاع بشوي بشوي، ما تجربوش بزاف. أعطيك الصحة. كاين سؤال أيضا قالوك درتي ليالي بيضاء ولا ما درتيش، يعني نعم بالنسبة
شو نقدر نقول، شو بلي نص ليلة بيضاء. كنت نرقد، كان دي فوا جيني مثلا اسمع انا، كنت نرقد شغل غير 3 شوية ونص هكاك في الليلة. نعم كنت نرقد شو نرقد على 4:30، نوض على 7 حاجة كيما هيك. يعني فادوك خاصة في شهر فيفري ومارس وفي رمضان كان عندي ريتم سبيسيال اني نسهر في الليل وصباح نوض على 9 نروح طول الدروس الخصوصية. سما كان طول برنامجي محدد هو مدروس به اني نسهر بصح بلا ما يضرني. هو يضر السهر، لكن ساعات لازم تضحيات. من الاخر ما نقولكمش ما تسهروش، اسهروا بس تتعبوا بس تقراوا، لكن في حدود، مش ليالي بيضاء بعد. هو الليالي البيضاء خاصة من الناحية الصحية في حدود ما أعلم، هو يعني سلاح كما نقولوا اللي ما لازمش يستعمله الإنسان بكثرة، لأنه إذا مرة بس كثرت، يحصل كمان. نعم مرة في نقولوا احنا في الشهر ما تضطر هكذا، صح. كاين بعض الناس خاصة كي كنا احنا في المرحلة الجامعية كانوا يدمنوا يديروا إدمان بعد على قضية الليالي البيضاء هذه. هو الجسد نتاعك ولا الصحة نتاعك بصفة عامة ممكن تسعفك في الفترة الأولى، بصح من بعد راح تدفع ثمن غالي. يعني ربي سبحانه دار النهار باش نخدموا فيه والليل باش نرقدوا فيه، يعني نظام حطه ربي، ما تخرجش في الزدون تاني. ممكن تضطر مرة مرتين، لكن باش تديرها هي الطبيعة تاع الحياة تاعك، لا، عليك خطأ كبير. يعني عن تجربة، كنت نعم جبت أسبوع وأنا كامل شغل في غير 3 شهور ونص، أسبوع هذا كله هكاك. وصلنا للخميس درنا، كنت كيف كيف كيما ماش أستاذ تاع الفيزياء درنا فرض فجائي، تمنيت نعرف نحلو. كنت فيه هكاك شغل 6/20 ولا حاجة كيما هكا، آخر باب درت في حياتي وما خدمتش فيه مليح فعلا. في جد. وهذه خاصة هي قضية السهر هذا المبالغ فيه، خاصة الإنسان لازم يحذر منه كما نقولوا حنا في الشهر الأخير، في ال20 يوم الأخير، والله انا كنت نرقد فعلا هذاك هو الشهر اللي رقدت فيه الاكثر، يعني في مايو فعلا. وافريل. كاين ناس حتى يغلطوا مساكن، هو تلقاه يقدر يجيب، ما يعني خاصة يكون متوسط ولا ضعيف وما قراش طيلة العام، يكون زعما هو مستواه نقولوا احنا قادر يجيب في المادة هذيك، قادر يجيب 12، يعني مستوى متوسط، لكن هو يتحمس شوية يقول لك انا بقات لي بزاف حوايج، ثم يبات نايض ليلة الباك هذيك، يروح غدوة مسكين يجيب 6 7، لأنه يلقى روحه ما راهش أصلا قادر يركز. يرقدوا بعد في الباك، كان آه يرقدوا فعلا منظمهمش ويفوت الامتحان عليهم وهو راقد، انه ما رقدش فعلا بعد هذا في الليل. فعلا هذا خطر كبير، لازم الإنسان خاصة في الأسبوع الأخير ما يلعبش في النوم تاعه. آخر سؤال ومن بعد نختمه، كاين اللي يسألونا على الأحرار، يعني هل هاي تعرفين بس أنت يعني كنت طالبة نظامية، يعني هل عندك نصائح حول الأحرار؟ هي كاين بزاف يقولوا لي على بهيب بلو شعبة من علمي الرياضي والعكس نعم والحياة. انا نقولكم شوفوا القدرات تاعكم، اذا مثلا انت في الرياضيات والفيزياء تشوف روحك قادر تجيب 16 17 18 مليحة، بدل الشعبة واجتهد فيها. اذا سمعت تشوف بلي خطأ مش في الشعبة بصح فيك انت، هذوك الاخطاء اللي فيك انت اللي صححهم، مش تروح تلوم على الشعبة انها مش مليحة ولا انها يعطيك الصحة. نعم وتاع حرايه ظلموها ما كانش منها، ما كانش تصحيح البكالوريا حاجة تقول انه هذا باكي تاع احرار اسمها فعلا هي ما مدلهمش مليح ولا. فعلا كان يعاودوا احرار وجابوا 19 و18، يعني فعلا شفتهم جابوا 19 في الباك وعاودوا احرار يعطيك عادي الصحة. خلاص. يعني هذه تاع انهم الأحرار يظلموهم في البكالوريا هي خرافة، يعني ما كانش منهم فعلا. إذن هذه هي، نشكرك مايا بزاف على الوقت هذا اللي خصصتيه، ربي إن شاء الله يجازيك وربي إن شاء الله يوفقك في المسيرة الجامعية تاعك. إن شاء الله. ومايا رايت تصنع لكم في محتوى يعني تفيدكم في التجربة تاعها، حاولوا تتبعوها وتستفادوا منها قدر المستطاع. إن شاء مايا الله إذا يفيدني عندك قدر كلمة المستطاع. ختامية. نعم هي نعم ربي يوفقكم إن شاء الله. دايما دعي وربي، صلي 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 العام تاع الباك، علاش ما كنتش تصلي من قبل؟ صلي العام تاع الباك، مش نفاق، هذا ماهوش نفاق. فعلا صلي انك ما فعلا صليتش، صلي من قبل وتصلي في العام تاع الباك، مش حاجة مش مليحة، مش حاجة تخليك انك انسان مش مليح. فعلا هو فقط ان شغل التوكل على ربي دايما اول حاجة، والاجتهاد مش حاجة كي تسمع 19 باين. فعلا. بارك الله فيك مايا، ربي ان شاء الله يوفقك في المسيرة تاعك. إن شاء الله. شكرا. نتمنوا انه فدناهم، ونصحك انك يعني تشجعي اكثر باش تفيديهم في المحتوى، لانهم هما دروك تلقيهم طلبة اللي مقبلين على البكالوريا تلقيهم في حيرة، يعني بزاف اسئلة في ذهنهم كما اللي كانوا عندك انت هي في ذهنك. صح. نعم، فحاولي قدر المستطاع انك تفيدي بالقدرة تاعك، يعني الانسان لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها. نشكرك مايا بزاف على هذا اللايف، شكرا كان لك ممتع أستاذ، يعطيك وكان الصحة، شكرا على الاستضافة. الله يحفظك إن شاء الله، وكان مفيد إن شاء الله. جماعة نتمنى أنه هذا اللايف كان مفيد لكم، وإن شاء الله تكون عندنا سلسلة تاع لايفات أخرى اللي رافقكم بها إن شاء الله طيلة هذا العام. إذا تفكروا يا جماعة بدعوة الخير، حاولوا تستفادوا، اللايف هذا راه مسجل، اللي ما حضروش من الأول يتفرجوا، لأنه بصدق فيه فائدة كبيرة بزاف. عاودوا تفرجوه وحاولوا النصائح هذه طبقوها، وإن شاء الله تحققوا نتيجة عالية، لما لا كما حققتها إن شاء الله ماي. ماي تصبح على خير، تصبحون ربي يجازيك على خير إن شاء خير، الله، الله يحفظك. نوفقكم إن شاء الله. شكرا شكرا لأستاذ، بارك الله فيك. شكرا، الله يحفظك. جماعة تصبحوا على خير، نتلاقاو إن شاء الله في فرصة أخرى، بالتوفيق والسلام عليكم.